should have come to my house in person. He's gone. Yeah, yeah, you can pick up the beans, Clark. I'll give you directions. You know, I have such good feelings about you. I'm absolutely filled with emotion. And if I had this thing. كما يشهد لمهرجان دمشق السينمائي بأنه يقدم في كل دورة سلسلة من كتب الفن السابع لأهم النقاد السينمائيين، ونذكر منهم إبراهيم العريس، قيس الزبيدي، عدنان بانات، محمد كامل القليوبي، محمد منصور، وعمار أحمد حامد. وفي الدورة 18 هناك 25 كتاب من إصدارات المؤسسة العامة للسينما. أيضا يجدر الذكر بأن تغطية إعلامية كبيرة تواجدت في دار الأسد للثقافة والفنون، حيث تواجد مجموعة من القنوات الفضائية العربية لتغطية هذا الحدث الثقافي السينمائي الدمشقي بامتياز. كاميرا بعثة التلفزيون السوري كانت متواجدة أيضا في حفل افتتاح مهرجان دمشق السينمائي 18، ونقدم لكم مجموعة من اللقاءات ولقائنا مع الدكتور رياض عصمت وزير الثقافة السوري. أكيد في الحديث عن هذه التظاهرة الكبيرة، عن هذه الاحتفالية الكبيرة والكم الكبير من الأفلام والمشاركات والضيوف. يقف وراء هذه الاحتفالية إنسان مثقف سينمائي أديب ومبدع، هو وزيرنا وزير الثقافة السوري الأستاذ والصديق والأخ الدكتور رياض عصمت. أهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا رياض. شكرا جزيلا على هذا التقديم الجميل. أستاذ رياض أو دكتور رياض، يعني المهرجان هو فرصة لتلاقي المثقفين والمبدعين العرب والعالميين، يعني ما أهمية فعلا هذه التظاهرة كحدث سنوي، وما الذي سيقدمه إلى الصناعة السينمائية ولتطوير الإنتاج السينمائي؟ طبعا هناك شقان، الشق الأول هو أن سوريا أصبحت قبلة للناس يؤمونها من جميع أمصار العالم ليتفرجوا على هذه الاحتفالية، بل ويشاركوا فيها مشاركة فعالة. المهرجان هذا العام يضم 222 فيلما من مختلف أرجاء الأرض، بعضها وعديد منها فاز بجوائز عالمية سواء في كان أم في برلين أم في عديد من المهرجانات الدولية، فهي فرصة لمحبي السينما أن يطلعوا على هذه الأفلام الإشكالية الكونتروفيرشل سينما، وهي ليست الأفلام التجارية المألوفة في الصالات، هذا من ناحية. من ناحية أخرى نحن نحاول أن نري العالم رغم قلة إنتاجنا هذه الآثار السنوية السورية. عادة المنتوج هو فيلمان في العام، وأنا وعدت وسأفي بوعدي إن شاء الله سأضاعف العدد في العام 2011 إلى 4 أفلام. هي فرصة لمشاهدة أيضا كثير من الفنانين العالميين ومدراء المهرجان الدولية لهذه الأفلام السورية، والتعرف على الثقافة السورية، على القضايا السورية، على الفن السوري، على الفنانين السوريين. فهي فرصة متبادلة، أنا أعتبرها مقايضة فنية وثقافية بيننا وبين مختلف أرجاء العالم. دكتور رياض، يعني يعزو البعض أنه نجاح صناعة الدراما التلفزيونية بفضل دخول القطاع الخاص بهي التجربة، ويعزو هذا البعض أيضا أنه تراجع الصناعة السينمائية السورية بسبب عدم يعني شجاعة ومغامرة أصحاب رؤوس الأموال. هل سيكون هنا إلى خوض يعني تجربة الإنتاج السينمائي، هل سيكون هناك دور مثلا لوزارة الثقافة بتشجيع ودعم المنتجين الفنيين لدخول تجربة الإنتاج السينمائي من قبل القطاع الخاص؟ بالتأكيد هذا السؤال وجيه فعلا، هناك فعلا مشاريع بدأت ولكنني سأحاول أدفع بها إلى الأمام للإنتاج المشترك. المشكلة حقيقة أن بعض القطاع الخاص بالسابق أن ينتج أفلاما تجارية خالصة، وهي أفلام لم ترقى إلى المستوى المطلوب، لذلك تصدى القطاع العام لإنتاج الأفلام الجادة. أنا شخصيا مع الفيلم الجماهيري الفني طبعا.
في آن ما. تمام. فإذا كان جادا وبعيدا عن الجماهير فلا قيمة له، وإذا كان أيضا جماهيريا بمعنى الشعبي فأيضا نحن نتنازل عن قيمة. نحن نريد أن نرتقي بالفعل بالذائقة العامة إلى مستوى الفن الراقي، وهذا ما سنحاول أن نفعله من خلال ضمانة السيناريو الجيد أولا، ثم طبعا العناصر المحترفة والتقنية الباقية. دكتور رياض نتشكر جدا حضورك معنا لليوم، أنه عطيتنا من وقتك للاستضافة عبر قناة سوريا دراما. أكيد يعني عندك مسؤولية كبيرة في استضافة الضيوف، نتمنى لكم كل التوفيق ونتمنى دائما لمهرجان السينما التقدم والنجاح بوجودكم. شكرا جزيلا. شكرا لك يا نور، أنت ناقدة ومقدمة برامج عزيزة، تتابعين المشوار بعد والدك الراحل الذي كان صديقا ما زلت أعتز بصداقته وأحمل ذكراها خالدة في القلب. شكرا دكتور رياض، هي فرصة فعلا من مهرجان دمشق السينمائي يعني نوجه تحية لروح ناقد السينمائي رفيقنا. بسرنا مشاهدينا نستضيف معنا بالحديث عن المسابقة وعن الأفلام العربية النجمة العربية نيلي كريم. أهلا وسهلا فيك. أهلا بيك نيلي. كنت عم بحكي عن موضوع المشاركات العربية بمسابقة الأفلام الطويلة، قد ايه فعلا التظاهرات السينمائية مثل المهرجانات مهمة للفيلم العربي بأنه هو يتواجد ويحضره أكبر كم من المشاهدين سواء كنقاد أو جمهور سينما؟ ومهم جدا لأن احنا نشوف أو الغرب لو هو مهرجان انترناشنال يشوف ثقافتنا احنا ايه كعرب، بنقدم ايه مشاكلنا من خلال الأفلام. ممكن لو مش متابعينا سياسيا من خلال أفلامنا وأعمالنا هيقربوا لنا أكتر ويعرفوا إيه المشاكل اللي موجودة عندنا. طبعا أنا معي ضيف هلأ لا يقل أهمية عن النجوم العالميين، هو ضيف الحقيقة عرفنا على السينما العالمية، عرف جمهورنا العربي من خلال حضوره المتميز بفيلم عالمي للمخرج الكبير ريدلي سكوت، أحد المكرمين من خلال تظاهرة خاصة فيه بمهرجان هذا العام، المهرجان دمشق السينمائي 18، الممثل الكبير السوري أولا، العربي ثانيا والعالمي ثالثا. أهلا وسهلا فيك أستاذ غسان. أهلا وسهلا فيك نور، أنا مشتاق لك. أنا كمان. زمان أنا عم بتطلع هيك لورا عم بقول إنه بدي الأستاذ غسان، بدي الأستاذ غسان. صرنا زمان ما التقينا وحلو كثير نلتقى بهيك ملتقى ثقافي، أنا عم عرف عليه دائما بأنه هي احتفالية ثقافية دمشقية. صحيح. يعني لأنه بتحس إنه مدينة دمشق بشكل كامل عم تحتفل بالسينمائيين. قد إيه مهم أستاذ غسان فعلا يعني هي الملتقيات الثقافية، هي المهرجانات السينمائية لدعم كل التظاهرات الفنية السينمائية والتلفزيونية بوطننا؟ أنا بعتقد معلومة نور بهالأيام الفن ربما كانت لغة الماركتينج هي اللغة الأبرز في حياة الفن والفنانين عموما والنتاج الفني عموما. يعني أي فن من غير تسويق لا شيء، ليس فنا ويبقى داخل الدروج. فالمهرجان هو أحد وجوه التسويق ربما المعنوي والمادي أحيانا، وطالما السينما مرتبطة بالصورة والفن مرتبط بالصورة فالمهرجان هو صورة مكبرة لكل الفنانين المشاركين السوريين والعرب. النجمة السينمائية والتلفزيونية النجمة بامتياز سلافة معمار. مساء الخير سلافة. مساء الخير نور، كيفك؟ تمام الحمد لله، اشتقت لك. كيفك؟ وأنا كمان منيحة تمام. سلافة متألقة دائما يعني من جائزة إلى أخرى ومن تكريم إلى آخر، لكن بيظل التكريم بمهرجان دمشق السينمائي له خصوصية خاصة، خاصة في ظل هذا الشح بالإنتاج السينمائي السوري، فلما يتكرموا نجومنا السينمائيين بيكون عندهم مشاعر خاصة بترافقهم بهذا التكريم. هلا أنا مبسوطة كثير أول شيء لأنه بهذا المهرجان من لما كنا صغار دائما بنشوف أهم الشخصيات السينمائية والعربية اللي بتشتغل بالسينما بتتكرم بهذا المهرجان. صحيح. هذا بحد ذاته هو شرف كتير كبير إنه أنا أكون معمر هالسنين واحدة من هدول العالم، ودائما بقول بإنه إن شاء الله هذا المهرجان سنة عن سنة
بخلينا نسعى لانه بقى نبلش نعمل سينما ونعمل صناعه سينما وناسس لبونه تحتيه فعلا لانه تفوت هي الصناعه لعنا على البلد بشكل حقيقي، مو نضل ضمن اطار انتاج الافلام هي القليله اللي عم نعملها. بس كثير بيشرفني فعلا اني اكون مكرمه اليوم. صرنا نستضيف معنا الفنانه اللبنانيه المتالقه دائما ورد الخال. مساء الخير. مساء النور. كل عام وانت بخير واهلا وسهلا فيك بسوريا وبدمشق. اهلا ميرسي كلكم ذوق. ورد انت السنه عضوه بلجنه تحكيم مسابقه الافلام الروائيه الطويله، احكي لنا عن استعداداتك لهذه المهمه الصعبه الحقيقه. اكيد. هلا هيدي اول مره انا بشارك بهيك نوع من الحدث، يعني ان يكون بلجنه تحكيم، فحاسه اكيد بمسؤوليه لكن متحمسه جدا. اول شيء ما كثير كنت يعني هيك ايجابيه اول ما حكيوا معي، خفت شوي لانه ما بحب ربي مثل هيك مثل حساسيات، وعرفت بفضل انه يكون بعيد شوي. لكن العرض كان مغري جدا طبعا، اول شيء لانه مهرجان مهم جدا وفيه افلام كثير كبيره، وانا كنت سعيده انه اختاروني، يعني كنت موضع ثقه عندهم وشافوا فيي انه انا بقدر هيك برايي المتواضع النظيف، فانا هلا موجوده وان شاء الله كل شيء خير. بسرنا بانه نستضيف في البدايه الاستاذ نجدة أنزور المخرج السوري الكبير وعضو لجنه تحكيم مسابقه الافلام الرسميه الطويله. مساء الخير استاذ نجدة. كل عام وانت بخير. انت بخير. يعني استاذ نجدة، السنه الماضيه كان تكريم في مهرجان دمشق السينمائي 17 والسنه عضو بلجنه تحكيم المسابقه الطويله، مسؤوليه كبيره توضع على عاتقك من اجل النهوض بالشان والصناعه السينمائيه السوريه. يعني انا سعيد جدا بوجودي معك بهذا اللقاء وموجود بدار الاوبرا السوريه بهي المناسبه المهمه جدا. انت بتعرفي انه الاعمال التلفزيونيه منتشره بكل العالم العربي، لكن انتشارها محدود بيبقى داخل هذا الاطار اللي هو العالم العربي. السينما اهميتها وخصوصيتها انها ممكن ان تنوجد في اي مكان من بقاع الارض، لذلك نحن بنشجع دائما على قيام وصناعه سينما سوريه، وبنشجع على قيام هذا المهرجان ايضا، لانه بيستقطب العديد من السينمائيين المهتمين بالشان السينمائي، بيتعرفوا على الافلام السوريه، بيتعرفوا على حضاره البلد، بيشوفوا البلد، بيزوروا البلد، بيحتكوا مع الفنانين والمثقفين اللي موجودين بسوريا، وبالتالي لما بيندعي الفنان السوري لاي مهرجان فهو بيكون سفير يحمل معه هذا الارث الى اي مكان هو بيروحه. فنحن كثير سعيدين بهي المناسبه، وسعيدين انه هذا المهرجان صار له 18 دوره عم ينعقد، وسعيدين جدا ايضا بانه نحن مستضيفين هي السنه مجموعه كبيره من الافلام الهامه.